حدثني أحد القضاة، حدثني أحد القضاة عندنا في المملكة العربية السعودية، حماها وحمى الله الكويت وجميع بلاد المسلمين، حدثني عن أبيه. ألقيت محاضرة في أحد المخيمات عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ذكرت كثيرا من القصص، فكنت أراه حاضرا وأنا أعرفه، فلما فرغنا قام وسلم وقال: يا أبا فلان، لم تذكر قصة والدي، ألم تبلغك قصة والدي؟ فقلت: لا والله. فأخبرني بتلك القصة العجيبة، رجل من الثقات، من القضاة، من الدعاة، من الفضلاء، نعم، عن نفسه سلسلة من رأسه من لسانه لأذني ليس بيني وبينه واسطة. حدثنا عن أبيه، ذلك الرجل الذي عرف بصلاحه، عرف بصيامه وقيامه وبصدقاته وبقراءة القرآن، وأكثر ما عرف به ذكر الله عز وجل، دائما اللسان لا يفتر عن ذكر الله، هذا حاله، وعرف بذلك في قريته، فأصيب بمرض خطير لعله السرطان أجاركم الله، فاشتد عليه المرض، اشتد عليه المرض، أدخلوه المستشفى، اشتدت الحالة حتى دخل في غيبوبة. العجيب في حاله، ما العجيب؟ يحدثني ذلك الشيخ الفاضل القاضي، يقول: إن أبانا دخل في الغيبوبة من هنا، ثم أخذ يتحدث لسانه منها هنا، يتحدثها في غيبوبة، يتحدث حديثا عجيبا عجيبا. إن أبانا يتحدث فيصف الجنة، يصف الجنة، يصف ما فيها، يصف قصورها ودورها وحورها وأنهارها وأشجارها وأطيارها، وصفا عجيبا ما خالف فيه الكتاب ولا السنة. يقول: سبحان الله، إحدى أمرين، إما إن أبانا يقرأ في حد الأرواح لابن القيم صفة الجنة، أو كأنه في الجنة يتمشى فيها. يقول: انتشر خبره في المستشفى، وصل إلى مدير المستشفى، أتى المدير، أتى الأطباء، أتى الممرضون والممرضات، اجتمعوا كلهم حوله، حتى بعض الزوار ينظرون لهذا الرجل الذي في غيبوبة ويصف الجنة، القصور والدور والأنهار والنعيم وما فيها. يقول: شيء عجيب. يقول: والله منا من يبكي، من الناس، من الأطباء يبكون. يقول: في تلك اللحظات العجيبة، يقول: إذ بأبينا يستيقظ، استيقظ، جلس، نظر إلى هذا الجمع حوله، ثم نظر إلينا، فإذا نحن نبكي. يقول: ما أدري على ماذا نبكي، هل نبكي على حالته أم على استيقاظه؟ يقول: نبكي. فنظر إلينا وقد احتضناه، نقبل رأسه، نقبل يده. يقول: تبكون؟ لماذا تبكون؟ لماذا تبكون؟ تبكون على رجل من أهل الجنة؟ تبكون على رجل من أهل الجنة؟ يقول: والله ما ازددنا إلا بكاء، فاحتضناه نقبله. يقول: فرفع رأسه إلى السماء، شخص بصره في السماء وقال: نور، نور، وجوه عليها نور، وجوه عليها نور، والله إني من أهل الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه. ما أجملها تلك الخاتمة، ما أجملها، جعلني الله وإياكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، there's no God but Allah. لا إله إلا الله محمد المصطفى، محمد is his messenger.